حماية الطبيعة المهندس محمد ملكاوي، سعادة رئيس بلد. في فقرات كويسة وفي عندك الأشياء التراثية، الأشياء الحرفية، يعني بعرف الواحد على التراث، الأشياء هيك مش كل الناس بتعرفها. نتمنى تكون تجذب وتكون مقاس تنظيمها سنوي حتى الناس تتعود عليها وتتعرف على أثارها الجميلة جدا. جميع يعني جميع الفرق الشعبية تعرفنا عليها والمأكولات الشعبية كلها. انبسطتوا؟ كثير انبسطنا. كان حلو كثير يعني، وبتمنى انه يظل يتكرر على طول يعني عادي. وعجبك فيه؟ يعني مداري كل شيء حلو، يعني الفرقة الأوكرانية وكل شيء، كل شيء حلو. مهرجان بجنن صراحة، وكانت فكرة كثير حلوة. طبعا المكان كثير حلو والمهرجان حلو، فعالياته كثير حلوة، واحنا بنتمنى طبعا انه يستمر هذا المهرجان ويكون سنوي ويجيبوا لنا كل الفرق من كل العالم. بعدين حلو انك بتشوف حضارات من مختلف العالم. كنا مبسوطين بمشاركتنا بهذه الفعاليه، لانه هذه الفعاليه تعكس صوره مشرفه للبلد خارج. فاحنا يعني كنا سعيدين جدا بهذا اللقاء وهذا الجمع الغفير الموجود. ما شاء الله كل اللي قاموا على المهرجان كلهم ما شاء الله يعني امورهم 100%، والمهرجان وضعه تمام. نشكر وزير السياحه الاستاذ نايف الزبن، نايف الفايز عفوا، نشكر كل من قام على هذا المهرجان. الحمد لله، نشكر وزارة السياحة ومدير السياحة وزير السياحة على هالمهرجان الحلو هذا، وكل من ساهم فيه وكل اللي شاركوا فيه كمان.